يا اهلا بكل حضراتكم في ثاني واخر فقرات الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وانتم عارفين احنا انتهينا مؤخرا من دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو، وحققنا الحقيقه من خلالها عدد من الميداليات سواء على صعيد الاولمبياد او البارالمبياد. وفقا لتصريحات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي اتقال ان خطه الاعداد لطوكيو 2020 ابتدت من اخر 2018، وهي خطه نقدر نقول عليها ان هي ممتده ايضا لاعداد ابطالنا للمشاركات في اولمبياد وبارالمبياد باريس 2024. اكيد حابين نتكلم عن هذا الملف ومجموعه اخرى من الملفات الهامه مع دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه اللي منورنا. صباح الفل يا دكتور، اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين واهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور، وحضرتك بتكون معانا على طول على التليفون، لكن حلو انك تكون معانا النهارده وتنورنا. يشرفني. واللقاء بقى يبقى مثمر ان شاء الله، لان في ملفات كتيره جدا. نبدا ب صناعة البطل الأولمبي اللي ذكرها كريم، لأن في اهتمام كمان من الرئاسة بهذا الملف وبالرياضيين في العموم، فخلينا نعرف خطوات صناعة البطل الأولمبي. بالضبط. المشروع الوزارة القومي للموهبة والبطل الأولمبي، ده المشروع اللي قائمة عليه الدولة واللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة بشكل واضح، اكتشاف الموهوبين في كل حته في مصر. في عدد من الالعاب يمكن بقى 12 لعبه دلوقتي بيضمها المشروع. اخر لعبه انضمت لهذا المشروع هي كره القدم. عندنا تايكوندو، عندنا جودو، عندنا مصارعه، عندنا رفع اثقال، عندنا ملاكمه، عندنا كره سله، عندنا كره يد، بالاضافه لكره القدم، وكمان في تنس طاوله والعاب قوه. كل هذه الالعاب ضمن مشروع الموهبه والبطل الاولمبي، واللي النهارده كمان عندنا اختبارات بدنيه وفسيولوجيه في مركز شباب الجزيره او مركز التنميه الشبابيه بمعنى ادق. الاختبارات دي قائمه على اختيار الموهوبين والناشئين وفقا للمواصفات الجسميه وبعض القياسات اللي بتؤهلهم للانضمام لهذا المشروع. المشروع ده مشروع كبير جدا، الهدف منه هو إيجاد موهبة رياضية تمثل مصر في المحافل الدولية في عدد من الألعاب اللي ذكرناها، وكمان هيكون هناك في ألعاب أخرى هيضمها المشروع. مهم جدا إن احنا يبقى عندنا إعداد لموهبة ناشئة تقدر تكون نواة للمنتخبات الوطنية في الألعاب اللي احنا ذكرناها. المشروع ده مشروع بالفعل كبير، في رعاية كاملة للبطل اللي بينضم له. جميل. هو برضو كلمة حق لازم تتقال، يعني احنا حتى الجملة دي ذكرناها انا ونهواند كتير على مدار يمكن السنة اللي فاتت كاملة مع بداية انطلاق هذا البرنامج، ان في مجهودات ملحوظة ومحمودة جدا من قبل وزارة الشباب والرياضة وليها انعكاسات حقيقي ملموسة على ارض الواقع. فده كان نتيجة، يعني ايه، هل نقدر نقول ان حصل ثورة فيما يتعلق ب تفاصيل آلية عمل الوزارة؟ هل في حاجة استجدت نتج عنها النشاط الملحوظ اللي كلنا شايفينه ولامسينه؟ دكتور أشرف صبحي يمكن هو بيشتغل بصراحة 24 ساعة في 24 ساعة. المشروع تم تطويره بالفعل في 2018 بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، واللي بالفعل فيه منه أبطال موجودين في منتخبات زي الهامبول. احنا عندنا مواليد 2004 و2006، في منهم موجودين من المواليد موجودين في منتخبات منتخب مصر لكرة اليد وفقا للمرحلة العمرية اللي احنا ذكرناها. عندنا ثلاثة من 2006، وعندنا ثلاثة كمان موجودين في مواليد 2004 في هذا المشروع. المشروع ده كمان احنا مش بس بنعده يكون بطل، كمان احنا بنقدر نغذي الأندية اللي بتقدر تستفيد من هؤلاء اللاعبين. مهم جدا كمان ان احنا نتكلم عن في لجنة علمية بتطور هذا المشروع، اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال درويش، واللي قائمة على هذا المشروع بكل تفاصيله وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي. إذن الموضوع علمي وفني من خلال اللجنة العلمية، وكمان عندنا اللجنة الفنية القائمة على هذا المشروع بشكل كبير جدا. عاملين بطاريات تدريبية لهؤلاء اللاعبين، عندنا فكر استراتيجي أو رؤية كاملة لهذا المشروع عشان نقدر نعد بطل بشكل كامل. مش كده وبس، لا، ده في رعاية كاملة للبطل، في بحد أدنى بنطلع لهم مرتبات بحد أدنى 600 جنيه في الشهر، في رعاية طبية، في رعاية اجتماعية وأسرية عشان نقدر يكون عندنا بطل رياضي حقيقي يقدر يمثل مصر في المحافل الدولية. طب لو ذكرت مع حضرتك، احنا بنستضيف يعني أبطال كتير جدا، والبعض منهم بيشتكي من قصة ان الاتحادات مش موفرة لهم الدعم او ما عندهمش الدعم الكافي. القصة دي او القضية دي برضو حضراتكم بتواجهوها ازاي؟ لان دول برضو أبطال في الاول وفي الاخر موجودين. طيب احنا هنتكلم عن شقين، دعم
بيطلع من وزارة الشباب والرياضة لكافة الاتحادات الرياضية وأبطال مصر الأولمبيين في مختلف الألعاب، ونفس النظام بيطبق على اللجنة البارالمبية بكل أبطالها اللي بيمثلوا مصر في البطولات المختلفة. دعم كامل بتطلع وزارة الشباب والرياضة سواء مادي أو دعم لوجستي من خلال توفير كافة المنشآت، بتكون مفتوحة لكل أبطال مصر خصوصا المركز الأولمبي في المعادي واللي شهد خروج منه أبطال كبار قدروا ان هم يحققوا ميداليات في اولمبياد طوكيو الاخيره زي فريال وزي جيانا فاروق وزي كمان سيف عيسى وما الى ذلك. كل هؤلاء الابطال عدوا على المركز الاولمبي، تخرجوا من المركز الاولمبي. اذا هناك توفير كامل لكل الامكانيات سواء ماديه او لوجستيه او حتى معنويه، دعم كامل من وزاره الشباب والرياضه لهؤلاء الابطال. دكتور اشرف صبح مكتبه مفتوح لكل ابطال مصر الرياضيين عشان نقدر نحل مشاكلهم ونقدر ويكون هناك دعم حقيقي وواقعي لهؤلاء الأبطال عشان يقدروا ينافسوا في المحافل الدولية. يعني الكلام اللي هم بيذكروه أو المشاكل اللي بيذكروها إن ما فيش الدعم الكافي مثلا المادي تحديدا لو ذكرناه، ممكن من خلال دلوقتي دعوة حضرتك إن أي بطل عنده مشكلة أو رياضي إن هو يلجأ بيبقى فيه سهولة التواصل مع حضرتك. طبيعي دي نقطة مهمة. على فكرة إحنا لأول مرة نوفر رعاية حقيقية للاعبين، بنتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وهناك شركات أيضا بترعى هؤلاء اللاعبين. زمان كنا بنسمع ان في العاب شهيده، مصطلح الالعاب الشهيده اعتقد ان هو اختفى، واحنا بنشكر الاعلام الرياضي انه ساعدنا في ده. دلوقتي يعني بنشوف الكاراتيه موجود على الساحه، بنشوف التايكوندو طبعا. بنشوف رفع الاثقال، بنشوف المصارعه، بنشوف كل الالعاب الاخرى غير كره القدم موجوده. نشوف دلوقتي الشعب المصري كله كان ورا منتخب مصر لكره اليد، كله كان بيشجع، كله عايز المنتخب طبعا. يكسب. اذا هناك في القاء ضوء بشكل كبير على هذه الالعاب، وده مش هيجي من فراغ إلا من دعم مادي ومعنوي وإيمان كامل من القيادة السياسية بالمجال الرياضي. ده هو ده الأصل، يعني ده هو ده المحرك اللي خلانا نروح للحتة اللي احنا موجودين فيها حاليا. عموما يعني برضو من ضمن الحاجات اللي يعني استكمالا للنقطة اللي كانت مهواند بتكلم حضرتك فيها، يمكن النوع ده من التعليقات يمكن احنا سمعناه أكتر من قبل لاعبي كمال أجسام بصفة خاصة. ليه بستشهد بالفئة دي تحديدا من الأبطال الرياضيين؟ لأن دي رياضة متطلبة، يعني بند الأكل والشرب والتغذية الصحية بالنسبة لهم دي لوحدها عايزة ميزانية غير طبيعية. حضرتك عارف بقى الواحد منهم الله صل على النبي يعني كمية الأكل وبالتالي تكلفته، ومش كلهم عندهم القدرة المالية على إن هم يواكبوا هذا الأمر. ساعات نسمع على فترات إن في دعم وكل حاجة، ولكن حجم الدعم مش كافي مع متطلبات طبيعة الرياضة دي بصفة خاصة. طيب. هل في مساحة لتغيير ما يطرأ على هذا الملف؟ لا، هو في تغيير، وفي عندنا مثال واقعي، عندنا البيج رامي مستر أولمبيا طبعا. وزارة الشباب والرياضة وفرت له راعي بالتالي شفناه بالشكل اللي احنا شايفينه، وفاز بمستر أولمبيا وهو بينافس كمان حاليا تاني. كانت قبل ما يحصل على اللقب ولا بعد؟ موجود قبل ما يحصل على اللقب. أوكي. ووزير الشباب والرياضة استقبله وكرمه وما إلى ذلك، وفر له حقيقي راعي بالفعل. تمام. إذا إحنا ماشيين باستراتيجية معينة، وزارة الشباب والرياضة لديها استراتيجية بتنسق مع كافة الاتحادات الأولمبية أو غير الأولمبية، بنشوف خطط الاتحادات إيه، وبناء عليه في مساعد وزير للأداء أو للبطولة، في معاون وزير للبطولة، شغالين بشكل كامل على هذا الملف ودعم الرياضيين في كل الألعاب، بنوفر لهم بالفعل كل الإمكانيات. وده حاجة احنا لمسناها وشفناها، وحضرتك قلت في تغيير، أكيد ده مش هيجي من فراغ. لا، التغيير موجود حقيقي وبعض يمكن بص، ما التغيير لما هيحصل برضو هيبقى مش هيحصل وكل حاجة هتتحل وراه على طول، لازم هيفضل فيه بعض العقبات وبعض المشاكل، يعني بمرور الوقت أكيد إن هي هيتم التخلص منها. هو ده اللي احنا بنتكلم حضرتك فيه عشان نطمن مش أكيد. أكتر أنا بس مش عايز أقول أسامي الشركات الراعية عشان ما يبقاش إعلان، ولكن يعني احنا موجود، الوزارة موجودة، الوزير مكتبه مفتوح له كل أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب لحل مشكلتهم ودعمهم، هي والنتيجه بتبقى فوريه. اللي عايز اخدها من حضرتك، وده تصريح يعني من دكتور فوزي او ده طلب حتى، خلينا نقول اللي عنده اي مشاكل في اي اتحاد خاص بيه او اي شيء يبقى فيه سهوله التواصل. طب يتواصلوا ازاي؟ يعني يروحوا الوزاره ولا في هوت لاين معين للمشاكل الخاصه؟ يشرفونا في الوزاره في اي وقت، وتليفوناتنا موجوده كلها مع الابطال عموما. يعني يتصلوا او يجوا الوزاره، اكيد هيلاقوا استقبال حافل بيهم. طيب. وهنقدر ان شاء الله نحل
لهم مشاكلهم من خلال مساعدي سياده الوزير او سياده الوزير نفسه. ان شاء الله، لان فعلا دول اللي هيرفعوا اسم مصر بعد كده، دول اللي هيجيبوا لنا البطولات، فمهم جدا. انتقل مع حضرتك لحاجه مكمله بقى انا وكريم برضو، نقطه هنا مراكز الشباب بصراحه والحق يقال نقله يعني حضاريه، خلينا نقول في مراكز الشباب كنا فين وبقينا فين. ده كان حتى يعني الفن بيجيب مراكز الشباب بصوره يعني فيها نوع من السخريه، لان هو ده كان الوضع الحالي والواقعي بصراحه. لكن دلوقتي الوضع اختلف تماما، مركز شباب يعني مركز شباب بيقدم ما هو انشئ اساسا عشانه، فالنقله دي برضو اكيد وراها مجهود كبير، خلينا نروح مع حضرتك في ده. النقله دي جايه من دعم الدوله وإيمانها الكامل بالمجال الرياضي وتطويره، ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا عايزين الأسرة يكون لها مكان يليق بيها، تمام؟ مش بس كمان حياة كريمة، ده احنا عايزين كمان حياة كريمة في كل حاجة، خصوصا في المجال الرياضي. مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية بالفعل، تم تطويرها على أعلى مستوى. 4333 مركز شباب تم تطويرهم، 4333 مركز شباب تم تطويرهم على مستوى الجمهورية. هناك أيضا عدد من مراكز الشباب اللي بيشملها أو بتشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير مراكز الشباب. مراكز الشباب خلاص ما بقتش يعني الفكره القديمه بتاعت او الصوره الذهنيه اللي هي الخاصه بفيلم عادل امام ولا الخاصه في التجربه الدنماركيه بالشيشه لو حضرتك فاكر المشهد ده. لا انا عايزكم دلوقتي تروحوا مراكز الشباب وتشوفوا مراكز الشباب بقى فيها حمامات سباحه، مراكز الشباب بقى فيها ملاعب كره قدم من جيل طبيعي ومن جيل صناعي على اعلى مستوى، مراكز الشباب بقى فيها صالات مغطاه على اعلى مستوى. مش كل مراكز الشباب، مش كل مراكز المحافظات كمان، اهتمامكم بالمحافظات دكتور فوزي، يعني مش بس انا بتكلم على المحافظات اللي هي الاساسيه مصر واسكندريه وغيره، لا انتوا رحتوا يعني اماكن عمر ما كان حد يتخيل فيها يبقى كده. في احنا رحنا كل حته في مصر، وهنروح لكل كل قريه، كل عزبه، كل نجع، كل يعني مش هنسيب حته في مصر الا وهنروح لها. عايزين نوسع قاعده الممارسه الرياضيه، عايزين يكون عندنا منشات رياضيه حقيقيه تستوعب ابطالنا الرياضيين في كل الالعاب. في احنا عندنا ناس بتمارس رياضه، عندنا ناس بتنافس في الرياضه، احنا كمان بنستهدف توسيع قاعده الممارسه الرياضيه، اللي زيي واللي زيك واللي زي حضرتك عايزين عايز يركب عجل، عايز يمشي، عايز يلاقي مكان يليق بيه ان هو يتمرن. لان دلوقتي في انديه رياضيه موجوده، الانديه الاجتماعيه اسعارها بتبقى عاليه شويه، فبالتالي وزاره الشباب والرياضه بتوفر منشات رياضيه باسعار اقتصاديه. وبداناها كمان بحاجه ثانيه، مراكز التنمية الشبابية، وده شق آخر من مراكز الشباب بيتم تطويرها بشكل كبير، وبتكون يعني بمقابل مادي رمزي. وكمان وصلنا لحاجة أعلى شوية اللي هي سلسلة نادي النادي. قبل نادي النادي هنقول إيه؟ سيتي كلاب أولا، في سيتي كلاب في المحافظات، بعد كده هنطلع أعلى شوية ذا كلاب أو نادي النادي. عندنا ثلاث فروع من نادي النادي، فرع 6 أكتوبر، عندنا فرع شيراتون هيتم افتتاحه قريبا، وكمان ذا كلاب بلس في العاصمة الإدارية اللي هو كان المدينة الرياضية واللي أشاد به فخامة الرئيس. مدينة رياضية على أعلى مستوى متكامل، بتقام على مساحة 92 فدان، فيها صالة مغطاة بتسع ل 7500 متفرج، واللي شهدت أحد مجموعات بطولة العالم لكرة اليد. كمان عندنا ثلاث صالات مغطاة أخرى، صالة مغطاة للجمباز، وصالة مغطاة لذوي الإعاقة، وصالة متعددة كل صالة بتسع ل 400 متفرج. عندنا أربع ملاعب كرة قدم قانوني، اتنين نجيل طبيعي واتنين نجيل صناعي، وعشر ملاعب كرة قدم متعددين نجيل صناعي. مش كده وبس، لا ده احنا عندنا حمام سباحة أولمبي استضاف بطولة الجمهورية للسباحة، عندنا ملعب سكواش ولا أروع ولا أجمل، عندنا أكبر جيم مسطح في العاصمة الإدارية في المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية أو ذا كلاب. والاشتراكات بتاعته هتبقى إيه؟ الاشتراكات متاحة للجميع بأسعار مش هتكون عالية لو قارناها بالأندية اللي موجودة، وكمان بنقسطها بشكل مباشر مع أحد البنوك الوطنية. كمان عندنا مجمع خاص للثقافة والعلوم والفنون داخل المدينة الرياضية أو ذا كلاب بلس. لا استنانا بقى يا دكتور فوزي، هنرجع شغل عالي ده عايز كلام لسه، يستدعي وقفة ولازم نطلع في الوقفة دي فاصل ونرجع نكمل كلامنا، لأن كلام حضرتك فعلا قد إيه يعني حقيقي يعني مفرح، يعني والله الواحد هو بيسمع مبسوط. هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا، اتفضل.
برحب بحضراتكم مره ثانيه. وخلاص ده كان اخر فاصل. حديثنا لسه مستمر مع دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه النشيط خلينا نقول جدا، وفتحنا معاه بعض الملفات ولسه عايزين اكيد نستكملها. وكنت حضرتك بتكلمنا عن النشاطات بقى الخاصه بوزاره الشباب والرياضه التثقيفيه وغيرها برضو، يعني ده بالاضافه طبعا للرياضيه، فممكن تستفيد بقى معانا في دي لان هي جزء اعتقد لا يتجزا برضو من فكره صناعه بطل. طيب كان امبارح عندنا ختام تالنت بالعربي. تالنت بالعربي مواهب فنيه على اعلى مستوى، كان بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وعدد من الساده المحافظين وكبار الاعلاميين والفنانين. حاجه كانت ولا اروع. ما عزمناش ليه طالما كبار الاعلاميين؟ احنا بعتنا لكل الناس. ماشي هنعدي دي المره. وكمان عندنا حاجه اسمها بقى ايه، ابداع مراكز الشباب وانديه. انديه اول مره بيتعملوا مراكز الشباب في نسخته الثالثه. تمام، في الاخر هنطلع حاجه او هنطلع منتج منه اسمه حقق حلمك. اشترك في النسخه الثالثه دي كانت اونلاين، اشترك ما يقرب من 60,000 مشارك في مجالات الادب والفن والغناء والشعر والترانيم والتعليق الرياضي والمذيع والمراسل التلفزيوني. طبعا تم تصعيد او وصل من 60,000 110، تم تصفيتهم الى وصل ل 66 فائز. ال 66 فائز دول او 66 مبدع دول هيبقوا تحت برنامج اسمه حقق حلمك هترعاه وزاره الشباب والرياضه. ده بالتنسيق مع وزاره ثانيه، لان هو لو بنتكلم على حقق حلمك هو شويه مش مرتبط بس بوزاره الشباب والرياضه بتهيألي كده. احنا بنتعامل مع كل المؤسسات، بنتعامل مع كل الوزارات، وزاره الشباب والرياضه تتعاون مع الجميع. يعني في تنسيق من بين كذا من اجل الشباب والنشء والمبدعين وصغار المبدعين وكمان رعايتهم. الابداع مراكز الشباب يعني هي يعني حاجه مش بس بنهتم في مراكز الشباب بالمجال الرياضي، لا ده احنا كمان بنهتم بالمجال الابداعي والتثقيفي في مراكز الشباب عشان نقدر نطلعهم. احنا قلنا بنروح كل حته في مصر عشان ندور على المبدعين، عشان نكتشف الموهوبين في كل المجالات. دي برضو احد المبادرات الهامة والمشاريع الهامة والبرامج الهامة اللي بتنظمها وبتنفذها وزارة الشباب والرياضة. كمان عندنا مبادرة أخرى خاصة بالشباب وكانت هي مهمة جدا، يعني إبداع جامعات، وده على غرار طبعا إبداع مراكز الشباب والأندية، ده يعني منبثق من نفس الفكرة ولكن دكتور أشرف صبحي طورها عشان نستوعب كافة الأعداد على مستوى الجمهورية، لأن مراكز الشباب فيها بالفعل مبدعين وزي ما قلنا احنا تم تحويلها لمراكز خدمه مجتمعيه. لو ربطنا ما بين الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله ده وبين فكره، هنرجع كده لنقطه صناعه البطل، بيتهيألي ان التزامن اللي حاصل ما بين الطفره اللي طرقت بشكل ملحوظ على كل مراكز الشباب وما بين انجازاتكم ومبادراتكم المختلفه ومشاركتكم وتنظيمكم للكثير من الفعاليات في بلد فيها اكتر من 100 مليون مواطن، بيتهيألي احنا المفروض نطلع بملايين الابطال. ما انا هفاجئك بقى اهو. اتفضل. احنا مش بس عندنا مشروع الموهبه والبطل الاولمبي، احنا عندنا اولمبيات الطفل المصري. الله، حلو ده. تمام، اولمبيات الطفل المصري، وان شاء الله هيكون في يوم الخميس القادم بكره. تمام، هيكون في لقاء مجمع في المركز الاولمبي في المعادي. تمام، لابطال المبادره او اولمبيات الطفل المصري، وهي محاكاه على فكره للاولمبيات او نموذج مصغر للاولمبيات الحقيقيه. تم تنفيذها على 3 مراحل. اشترك فيها النسخه الاخيره دي مشترك فيها ما يقرب من 260,000 مشارك ومشاركه. أي. من سن كام؟ من سن 11 ل 14 سنه. حلو. دي أول مرة تحصل في مصر. دي تاني مرة نعملها. تالت نسخة. هل ليها تالت نسخة؟ بدأناها في 2019. بدأناها في 2019. على فكرة إحنا أفكارنا كلها أفكار مبتكرة. مصر ما يعني بتقلتش. يعني دي مالهاش بقى مثيل في مصر. مصر ما بتقلتش حد. كويس. إحنا خلاص إحنا بقينا براند دلوقتي. في عدد اللي بنتقال. يعني الفقاعة الطبية اللي نفذناها في بطولة العالم لكرة اليد نفذتها اليابان. فالحمد لله يعني. يعني دي حاجة إحنا اكسكلوسيف فيها وممكن تطبق بعد كده أو تؤخذ من مصر للدول الثانية. إحنا عاملينها عشان نطلع أبطالنا
عشان نطلع ولادنا عشان نكتشف الموهوبين في مختلف الالعاب. مفهوم. وعلى فكره اولمبياد الطفل المصري يعني هي بتنسق مع المشروع قمة الموهبة والبطل الأولمبي تقريبا في نفس الألعاب عشان نقدر نكتشف الموهوبين. اللقاء المجمع اللي هيبقى موجود بكرة في المركز الأولمبي في المعادي هو الهدف منه اكتشاف الموهوبين من هذا من الأولمبياد وضمها للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. إذن احنا عاملين استمرارية وعاملين ربط ما بين المبادرات والمشاريع اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة وفقا للاستراتيجية اللي وضعها الدكتور أشرف صبحي واللي منبثقة من استراتيجية بناء الإنسان المصري. ده شغل علمي بيتم على أرض الواقع، شغل مدروس بتوقيتات زمنية مش عشوائي عشان نقدر نطلع في الآخر بطل أولمبي. ده شغل تنمية بشرية. أنا عايز أفاجأك وأفاجئ السادة المشاهدين، مشروع قانون الموهبة والبطل الأولمبي بيطلع عوائد مالية، استثمارات مش استثماراته بقى، عايز أقول إن القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين في هذا المشروع في لعبة كرة اليد بس بلغت 5 مليون جنيه. لا اشرح لنا يعني أنا مش فاهمة. هنوضحها. معلش. مواليد 2006 و2009 في مشروع العمالقة والموهوبين اللي في كرة اليد اللي هو تحت بوتقة أو تحت الأمبريلا الخاصة بالمشروع قوم الموهبة والبطل الأولمبي عندنا مواليد 2006 و2004 تم ضم عدد منهم لأحد العدد من الأندية زي الزمالك وسبورتينج وعدد من الأندية والنادي 6 أكتوبر. تمام، كل هذه الأندية فيها عدد من اللعيبة اللي هي طلعوا من هذا المشروع. اللعيبة دي تم بيعها لهذه الأندية. تمام، فبالتالي بقى عندنا قيمة تسويقية للاعبين دولت أو للناشئين المبدعين الموهوبين في هذه اللعبة، وفي منهم شارك في المنتخب زي ما قلنا في بداية الحلقة، المنتخب في المرحلة العمرية المحددة اللي هي 2006 و2004. إذن احنا عندنا دلوقتي كمان قيمة تسويقية وعندنا استثمارات حقيقية من هذا المشروع بتعود بالنفع على المشروع نفسه. هي. وبتعود كمان يعني القيمه اللي القيمه الماديه اللي المشروع اللي بتطلع من المشروع. تمام، بيتم الصرف بشكل مباشر على هؤلاء اللاعبين وكمان تطوير هذا المشروع. عملتوا ميركاتو صغير يعني صح كده؟ احنا عاملين ميركاتو كده بينا وبين بعضينا احنا في المشروع. حاجه كويسه يعني. تمام، بس الموضوع محوكم بشكل كبير جدا ومعانا الرقابه الاداريه كمان معانا في المشروع والموضوع الحمد لله فيه شفافيه وفيه حوكمه على اعلى مستوى ومعروف كل حاجه بتتعمل ازاي ومدروسه زي ما قلنا، شغالين وفق خطه علميه من خلال اللجنه العلميه اللي بيرأسها الدكتور كمال درويش. دي لجنه علميه استشاريه عليا بتشرف على هذا المشروع، والمنضمه حديثا لهذا المشروع كره القدم بالتعاون مع احد الشركات الخاصه اللي بتنفذ بالفعل مشروع خاص للموهوبين في كره القدم واللي بتجوب كل محافظات مصر وبتروح مراكز الشباب والاختبارات بتتم في مراكز الشباب تحديدا لاكتشاف الموهوبين في كره القدم. طب بالنسبه للحلو الحماس ده طيب بالنسبه للمراه والفتاه مشاركه نسبتها قد ايه؟ واكيد هي البرسنتج هتبقى اقل من المشاركه يعني الرجال او عندنا مشروع للولاد يعني. عندنا مشروع للفتاه. اسال طب السؤال طب والله شوف سبحان الله الاجابه جاهزه اسال السؤال طب جاهزه جدا يعني مش ممكن يعني يعني في طبعا مشروع حضرتك هتحكي لنا عنه اكيد دلوقتي، فكره ان انا ادعم واشجع الفتيات ان هم يخشوا اكتر في هذا المجال، خصوصا برضو هنتكلم ان سياده الرئيس تحدث عن اهميه الرياضه فيما تختص للفتيات كمان والثقافه ان هي تتغير ونخش الكوره ونقول اهميه الرياضه للبنات زي الولاد بالظبط، لان دي لسه شويه عندنا فيها تراجع شويه. عندنا في وزاره الشباب والرياضه اداره اسمها الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه، فيها إدارة اسمها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بتهتم بشكل واضح وصريح برياضة المرأة. كويس. في برنامج بننفذه مع أحد الجهات اسمه ألف بنت ألف حلم. ألف بنت ألف حلم. ألف بنت ألف حلم. ده مهتم بشكل كبير جدا برياضة المرأة في الصعيد. حلو. بادئينها من الصعيد. حلو قوي. وكمان بنروح الريف. عشان نقدر نوسع قاعدة الممارسة الرياضية بالنسبة للفتاة والمرأة. في إيه الألعاب؟
قائمين برضو على لعبة كرة القدم في هذا المشروع، وكمان في عدد من الألعاب الأخرى اللي بندخل فيها المرأة بتشارك. في استجابة ها؟ في استجابة كبيرة جدا. لا لا في استجابة كبيرة جدا، وعايزين كمان نوضح للسادة المشاهدين إن احنا بننفذ برامج رياضية في المحافظات من خلال دار مركزية للتنمية الرياضية، هدفها توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمرأة فقط. موجودة للمرأة فقط. عظيم. يا ترى حجم الاجنده بتاعت الوزاره عندكم واصله لاي حجم من الضخامه؟ انتوا بسم الله ما شاء الله تقريبا مش سايبين اي جانب من الجوانب غير لما عاملين فيه شغل زي الفل. احنا شغالين بدايه من الطلائع لحد كبار السن. انتوا كده هتشتغلوا على لسه ما اتولدوش يعني بقى كمان. شغالين في كل لا بجد كل والله. كل مرحله عمريه بيبقى محسوب. كل مرحله عمريه لها برنامج ولها مشروع بننفذه. الدوله ما بتسيبش يعني كبيره وصغيره، خصوصا في المجال الرياضي. فخامه الرئيس امن بالرياضه فاعتبرها امن قومي، فكانت الانطلاقه اللي احنا شايفينها على جميع المستويات. مش عايزين ننسى النهارده عندنا افتتاح بطوله العالم لمضمار الدراجات في استاد القاهره، اللي لاول مره مضمار استاد القاهرة ده اللي هو أكبر مضمار على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، واللي تم تصميمه وإنشاؤه وفقا لأحدث الأساليب والمعايير الدولية. بيشارك في البطولة 40 دولة، أكتر من 40 تقريبا 43 دولة، استمرارا لسلسلة البطولات العالمية اللي بتنظمها مصر بعد ما مصر أصبحت قبلة للاتحادات الرياضية. صحيح. بعد ما أصبحت مصر المركز الإقليمي للاستضافة الأحداث الرياضية، بعد ما أصبحت مصر واحدة من أفضل دول العالم تنظيما للبطولات الرياضية العالمية. بند البنية التحتية للمنشآت الرياضية حصل برضو فيه طفرة ملموسة ومركوزة، وكانت مطار يعني إعجاب واندهاش حتى من كتير جدا من الناس، بالمناسبة حتى خارج مصر. يعني طبعا الطفرة اللي حصلت على الصعيد ده، وفكرة برضو تطوير مراكز الشباب. يعني أنا عايز أسأل حضرتك على فكرة إن أنتوا بتبقوا حاطين يعني في الأجندة بتاعتكم، زي ما كنت بكلم حضرتك من شوية، بتخططوا بناء على إيه؟ هل بتمسكوها ملف ملف، ولا بتبقوا مهتمين إن يكون في يعني شغل في على كل الأصعدة بالتزامن يعني مع بعض؟ يعني بتفكروا إزاي؟ ده اللي عايز أوصله. دكتور أشرف صبحي، طبعا احنا عندنا إدارات مركزية ما يقرب من 19 إدارة مركزية. كل إدارة لها ملفها. كل إدارة ولها ملفها. لا ده احنا كمان بنتابع مع 27 مديرية شباب ورياضة على مستوى الجمهورية. هم منتشرين مديريات الشباب والرياضة تابعة لينا يعني. تمام. عندنا مراكز الشباب، عندنا الشباب لوحدهم. الشباب احنا لو اتكلمنا في الهيكل القديم، عندنا مجلس قومي شباب، مجلس قومي رياضه، كل مجلس فيه دولاب عمل كامل. تمام. بمبادراته، ببرامجه، بمشاريعه، كل هناك مجاميع عمل. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مشكلها بشكل كبير. عندنا 4 مساعدين لسياده الوزير، عندنا 4 معاونين لسياده الوزير، عندنا وكلاء وزاره، عندنا مديرين عموم، كل شغال في تخصصه وفقا لاستراتيجيه وزاره الشباب والرياضه، وفقا للخطه التنفيذيه لوزاره الشباب والرياضه، اللي في الاخر بتعود بالنفع على اهلنا وشبابنا واطفالنا وكل فئات المجتمع. وزاره الشباب والرياضه اصبحت وزاره خدميه من الدرجه الاولى. طيب هو الوقت للاسف بيخلص، وانا كان عندي للأسف. بصراحه لا انا بتكلم معاك انت ليش طبعا حضرتك عايز تقول لنا حاجات تانية كتيره جدا للأسف. بس انا حابه بس اختم بنقطه تانية، وهي ممكن تكون شويه بره الرياضه لكن هي خاصه بالشباب، ودول الاثنين تحت يعني مظله هذه الوزاره، وزاره الشباب والرياضه. انا هتكلم شويه عن الشباب وفكره هنا العماله، هي ممكن تكون مرتبطه برضو بوزاره القوى العامله، ولكن احنا لما نيجي نتكلم برضو وزارة الشباب والرياضة على قد ما هي بتقدم دعم كبير جدا رياضيا، برضو فكرة البطالة وإيه ممكن الوظائف والإعداد أصلا أعداد الشباب ليه، وهذه الوظائف إن هي تكون متاحة ليهم بالإمكانيات، سواء حتى لو مش تعليميا جيدا أنت بتعدهم أو بتديهم للشغل محتاجه بلغة السوق. وزارة الشباب والرياضة عندها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وتأهيل وتدريب الشباب. كويس. هذه الإدارة المركزية قائمة على توفير فرص العمل للشباب أو مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل من خلال إقامة ملتقيات توظيف بتقام شهريا في كل محافظة. بالتعاون مع القطاع الخاص وعدد من مؤسسات الدولة، في تعاون وتنسيق دائم مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعاون واضح وصريح فيما يخص تشغيل وتدريب وتأهيل الشباب.
وزارة الشباب والرياضة بتتعاون أيضا مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب فيما يخص الشباب. إذن إحنا بنأهل الشباب وبندربه وبنوفر له فرص عمل في القطاع الخاص من خلال الشركات اللي بتتعامل معها وزارة الشباب والرياضة، وزي ما قلنا من خلال الإدارة المركزية. هي درجتك صحتك برضو ليها علاقة شوية بتدريب الشباب وفكرة الدليفري هنا صح؟ يعني أنت سبقتيني لسه بس عشان إيه؟ احنا كده هندخل على مبادره مهمه جدا، وهي اطلقنا منها المرحله الثالثه وقريب، والاسبوع القادم على فكره هوت خبر حصري، الاسبوع القادم أيوة. هيتم توزيع درجات درجتك صحتك في المركز الاولمبي في المعادي. هو الجزء بس الحزين في القصه ان احنا للاسف وقتنا بيوشك على يعني لو ينفع في عجاله سريعه في عجاله درجتك صحتك، احنا عملنا من خلالها برنامج اخر لتشغيل الشباب بالتعاون مع احد الشركات. الشاب اللي عنده دراجة أو بيحصل على دراجة من مبادرة دراجتك صحتك بنقدر نوفر له فرص عمل مع هذه الشركات اللي بتعتمد بشكل كبير على الدليفري. طيب كويس، احنا عايزين لقاء تاني او نجي لكم الوزاره. ده ضروري يا دكتور، ده ضروري ان شاء الله نحاول نجي لكم الوزاره يلا كمان ونعمل جوله داخل الوزاره. المشكله ان حجم انجازاتكم اكبر من الوقت المتاح لينا في الفقره، فيعني داخل الوزاره والمنشات التابعه ليها بقى مش محتاجه حلقات وحلقات ان شاء الله في جوله كده تبقى مع حضرتك سياده الوزير ونشوف الاعمال يعني بشكل كده مباشر هناك. نورتنا يا دكتور محمد، شكرا. انا سعيد ان انا كنت معاكم النهارده وبجد يعني الموضوع كان محتاج حلقات وحلقات وحلقات، في ملفات كتيره كنا عايزين نلقى عليها الضوء، ولكن هو يا ريت تنورنا بقى ان شاء الله في الاسابيع اللي جايه. نسعد بوجود حضرتك ونتعرف بشكل اكثر تفصيلا على الانجازات الكبيره اللي انتوا عاملينها. الحقيقه انتوا عاملين شغل اكثر من ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق ونشكرك جزيل الشكر على وجودك. شكرا لكم وشكرا للساده المشاهدين بقى ازعجناهم بقى. لا خالص بالعكس، احنا فرحناهم باخبار ولسه اللي جاي ان شاء الله يكون احسن. احنا بنشكر حضراتكم كده الاسبوع والحلقه كلها خلصت، ونشوفكم ان شاء الله اول اسبوع جاي يوم الاحد و10 الصبح في الاهلي.